مساء الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدي صدى البلد في كل مكان في العالم. أهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من البداية. ومن البداية كده خلوني أعرفكم أن حلقتنا النهاردة أو على الأقل الجزء الأول منها بصفة خاصة أكيد هيكون مختلف، وحنحاول من خلال الفقرة دي أن احنا نساعد ناس كتير أن هم يبتدوا سنة جديدة بشخصية جديدة. هنعرف من ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة طرق التخلص من الطاقة السلبية اللي للأسف الشديد بقت مسيطرة على حياتنا في الفترة الأخيرة. هنعرف منه إزاي نجذب الطاقة الإيجابية ونبتدي بيها ومعاها السنة الجديدة، إزاي نقدر نحدد أهدافنا كمان، ودي نقطة في منتهى الأهمية. منورني في حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد زكريا، وهو أول مدرب مصري لقانون طاقة الجذب، وكمان هو معالج معتمد من الاتحاد الفرنسي للكوتشنج. يا مساء الخيرات. مساء النور. أخبار حضرتك؟ أخبار حضرتك؟ الحمد لله. جاي زيارة على السريع، أنا عارف إن أنت مقيم في فرنسا. بالظبط، أنا ماشي بكرة إن شاء الله. بالسلامة يا رب. الله يخليك يا رب. حظي حلو إن أشوف حضرتك قبل ما. ده أنا اللي سعيد بمعرفتك. إن أنا اتشرفت بيك في حلقتنا النهاردة. وخلي بالك أنا بمثل شريحة مش قليلة من الناس، اللي هم الناس اللي مش فاهمة قوي يعني إيه طاقة وجذب الطاقة، وعارف مع الفرق زي فكرة الأبراج والفلك، وفي برضو ناس مش مستوعبها قوي. فخلينا نعرف الإجابة بقى على كل التساؤلات دي من خلال وجودك معنا في حلقتنا. طب هو إحنا مبدئيا الإنسان عموما جواه طاقة. أوكي. الطاقة دي بتخرج في المحيط اللي حواليه بتختبر الناس. يعني هقول لحضرتك حاجة، أحيانا حضرتك تقابل حد تحس إنك مرتاح له. صحيح. صح؟ من طبع. غير حتى من قبل ما تتكلموا. طبعا. وحد تاني تحس إن طاقتك مش جاية مع طاقتك. اللي هو بحسه قفيل. بالظبط. مثال عليه قفيل. فهي الفكرة في إيه؟ إن الأقطاب بتجذب المتشابه ليها. فأنا لو طاقتي إيجابية هرتاح مع الشخص اللي طاقته إيجابية. ولو أنا طاقتي الداخلية سلبية هرتاح مع الشخص اللي طاقته سلبية. أيوة صح. ولكن خلي واحد كده متفائل وحابب الدنيا وطاقته عالية، وقاعد مع حد بيشكي كئيب وطاقته منخفضه، كل شله بيبقى فيها واحد بوم على الاقل. واحد لازم. هل الشخص ده هيرتاح؟ لا طبعا، هيحس ان هو قاعد زي ما بنقول برضه في مصر كده بيتشوك، حاسس ان هو مش مبسوط. ايوه. ليه؟ لان الطاقه الداخليه ما بقتش شبه بعض. او نقدر بقى علشان الناس نقولها بمفهوم يعني ابسط، النوايا اللي جوه ما بقتش شبه بعض. بقى حد نيته اتجاه الحياه ايجابيه وعاليه، وحد تاني نيته اتجاه الحياة ان هي كئيبة. الله، يعني كده العملية تلاقي ارواح ولا تلاقي طاقات ولا الاثنين؟ الاثنين. لان الروح لحد دلوقتي احنا مش عارفين يعني ايه الروح. ايوه. تمام. ولكن الطاقة هي حاجة بتخرج من جسم الانسان بتروح للناس اللي حواليا، وبتروح لأبعد من كده تجذب لي أشياء. والطاقة دي مبنية على تركيبة نفسية وشخصية الشخص. بالزبط. وطريقة يعني نظرته للأمور بشكل هي عام. ليها بقى كذا حاجة. رقم واحد وراثته. أوكي. هو ممكن الإنسان يرث من الأب العصبية كذا كذا. أي. يرث تجارب يعني الغريب. هو النكد بيورث. النكد بيورث فعلا. دي حقيقة. يعني لو الاب نكدي لازم ابنه يبقى نكدي، او لو الاب بس على الاقل وارد ان يكون نكدي زي. لان في دراسات حديثه اتعملت ان احنا اي حاجه بنعملها بتتسجل في الدي ان ايه بتاع الشخص. اوكي. فلما يجي بعد كده يحصل علاقه بين الرجل والمراه اللي هي من خلالها بيجي الجنين ده، بيبدا يورث من جيناتنا. اوكي. 23 كروموزوم من الاب ومن الام. أي. فممكن يبقى جواهم نكد. أي. فعليا. ولكن من الجميل ان قال في حاليا علم اسمه ما فوق الوراثه، قال ان مش لازم بما ان ورثت تجارب سلبيه او نكد او غيره ان انا لازم اعيش بيها. لو انا كان عندي النيه ان اتغير ببدا فعلا اغير من اللي انا خدته من الاهل. يعني الطباع دي اللي من النوع ده قابله للتغيير. قابله للتغيير. الواحد يشتغل على نفسه فيها فيغيرها. بالظبط. ليه بقى؟ لان ازاي؟ طيب اللي انا خدته من الاهل يا اما البيئه تدعمه. اوكي. تمام. يا اما البيئه تغيره. يعني انا ممكن احول الطاقه السلبيه الى طاقه ايجابيه. بالظبط. هو مجرد ان انا عندي طاقه ده في حد ذاته شيء كويس، حتى لو طاقه سلبيه. ليه؟ لان في ناس بيبقى عندها طاقه حتى لو سلبيه، هو محتاج بس يغيرها من سلبي الى ايجابي. في بقى الناحيه الثانيه ناس ما عندهاش طاقه، طاقتها ضعيفه، ودي المشكله هنا. يعني هتلاقي بعض الامهات. ضعف الطاقه ده ناتج عن ايه؟ ناتج ان انا استنفدت كل طاقتي في الشكوى وفي الطاقات السلبيه. اوكي. فهتلاقي بعض الامهات تقول انا ما بقاش عندي طاقه حتى اتكلم. ايوه صح. طالب يقول انا ما بقاش عندي طاقه اذاكر حتى. صحيح. فده معناه ان هو طاقته خلاص بدات تقل قوي. الحاله دي اخطر من ان يكون عندي طاقه سلبيه. تخيل. طب تعالى نبتدي بالحاله دي. تمام. حلو. ايه بقى الشخص اللي عنده التركيبه؟ الحاله دي احنا بنسميها حاله اللامبالاه. ان هو عنده تبلد. يعني عنده تبلد. أوكي. هنا اللي بيحرك اللامبالاه الخوف.
فتخيل ان الانسان في الحاله دي محتاج بعض الخوف، طبعا مش كتير من الخوف. ايوه مش رعب يعني. بالظبط. انا النهارده لو عندي امتحانات وعندي لا مبالاه، ايه اللي هيحركني غير ان اخاف على مستقبلي؟ طب انا هخاف عليه ازاي واخاف عموما ازاي طالما انا شخص متبلد ولا ابالي؟ بالظبط. يبقى انا هنا هعرف ان انا حالتي هنا فيها لا مبالاه. هبدا اشوف الناس اللي حواليا واقارن نفسي بيهم وابدا ادور على حافز يكون فيه خوف. مثلا لو حد مريض واستسلم يقول لا انا هخف عشان ولادي مثلا. اوكي. هخف علشان عندي. لذلك فيكتور فرانكل ده مؤسس المدرسه الثالثه في علم النفس قال حاجه مهمه جدا. عمل مدرسه كامله اسمها العلاج بالمعنى. العلاج بالمعنى. بالمعنى. اه اللوجو ثيرابي. اللي هو ايه بقى؟ قال في اللوجو ثيرابي ان احنا مهما كان عندنا مشاكل ومهما كانت الدنيا صعبه علينا، لو في معنى لحياتك هتخرج من اي طاقه سلبيه ومن اي حاله لا مبالاه. هو مش الشخص اللي طاقته سلبيه غالبا هيكون مش شايف اي معنى لحياته؟ ومش بس اللي طاقته سلبيه، ده في واحد طاقته ايجابيه وممكن ما يبقى ما عندوش معنى للحياه. طب احنا برضو عايزين نفرق ما بين حاجه، اللي طاقته سلبيه مش بالضروره يكون شخص مكتئب او بيعاني من الاكتئاب. لا مش ضروري، مش ممكن بالضرورة. لا أوكي. ممكن يبقى فتره. أوكي. يعني فتره مثلا جمعت طاقات سلبيه في حياتي، سمعت اخبار سلبيه كتير فطلعت بموت سلبي، ما عنديش مشكله في ده خالص. قضي اليوم بتاعك وتقبل، ودي مهمه جدا، تقبل ان عندك طاقه سلبيه. طب تعالى بعد اذنك نركز كلامنا على فكره ان احنا، ما احنا اكيد متفقين على ان في 100 حاجه منغصه على كل واحد فينا حياته. بالظبط. التزامات وديون وضغط شغل وضغط كذا، وده حتى انت ما بتبقى سايق عربيتك رايح مشوار من والى اي مكان غالبا بتخلص طاقتك على الناس اللي حواليك نتيجه مشاحنات يعني. صح. انت فاهم ازاي؟ فتعالى نتكلم شويه على فكره ازاي، مش هقول لك يا سيدي نحولها من سلبيه الى ايجابيه، بس على الاقل نتخلص من السلبي منها ازاي. حلو. رقم واحد، هتقبل ان في طاقات سلبيه حواليا. اوكي. يعني انا لو عايش في بيت وعندي اب نرجسي يعني متحكم بزياده قوي، هتقبل ده لان انا مفيش مفر، مش هينفع اروح اعيش في بيت تاني. فتقبل ده. لما انزل الشارع والاقي زحمه هتقبل ده. لاني انا لو رفضت الوضع مش هيتغير، انا لو رفضت الزحمه هتزيد في عقلي. أيوة. فالضغط اللي عليا هيزيد. انا هتقبل ان ده الوضع، ازاي بقى ابدا اتعامل معاه؟ ادور مثلا في بعض الناس لو عنده خلفيه دينيه كويسه يستغفر ربنا. في واحد تاني بيعمل تنفس، ياخد نفس ببطء. أيوة. ويكتم ويخرج طبعا من غير ما يغمض عينه لو سايق. ويخرج مثلا في حد بيسمع اغاني دمها خفيف، في حد يتكلم مع حد يكون كده دمه كل دي خفيف. حاجات بتاثر في تغيير كل الاحساس بتاع جدا الواحد. جدا. ليه بقى؟ لان قانون الجذب بيقول الشيء اللي بتديه طاقتك بيزيد. لو انا اديت طاقتي للكلاكسات هتوتر اكتر، لو انا اديت طاقتي للزحمه هتوتر اكتر، لو انا اديت طاقتي للماده اللي ما بحبهاش بعد كده مش هحب باقي المواد، هتتحول لعقده. وتتحول لعقده. بالظبط. فبالتالي انا هحط طاقتي في حاجه، احولها من حاجه انا ما بحبهاش حاجه سلبيه لحاجه تشغلني عنها شويه. طب احنا في الحاله دي بنكون بنعمل ايه بالظبط؟ هل بنحاول نطرد الطاقه السلبيه اللي جوانا، ولا بنحاول نستقطب او نجذب الطاقه الايجابيه اللي احنا بنفتقدها؟ بالظبط، هي الثانيه بقى. لان انا لو حاولت اخرج الطاقه السلبيه هتزيد. أوكي. اي شيء بقاومه نخليها معانا كده كده. هي موجوده. ماشي. وانا بس محتاج ان انا احولها، مش محتاج اخرجها. اوكي. فانا بعمل ايه؟ بدور على حاجه ثانيه ايجابيه تعادل السلبي. تمام. يعني مثلا انا النهارده متضايق فجاه بنسبة 80% ومش طايق، لو استسلمت لده هتخانق مع زوجتي، هتخانق مع اولادي، الدنيا هتبوظ. أكيد. فانا هنا هبدا اعمل ايه؟ ادور على حاجه تانية ايجابيه اعملها، ما ركزش مع السلبي، وما اتصلش بحد اقول له ده انا النهارده مودي وحش جدا ومتضايق وحاسس ان هعمل مصيبه النهارده. فانا كل الكلام ده بيبدا يجذب لنا مشاكل. أوكي. هقول لعله خير، يمكن طاقه سلبيه دخلت جوايا وانا مش داري بيها، وابدا افكر ازاي احول بقى السلبي ده لايجابي عن طريق ان انا افكر في حاجات ايجابيه. طب انت بالمناسبه يعني انت اكيد تعاملت مع جنسيات مختلفه وبصفه خاصه نتيجه ان انت كمان عايش يعني مقيم في فرنسا، هل لاحظت ان طاقات البشر بتبقى الى حد كبير مبنيه على نمط حياتهم او نوع العيشه اللي هم عايشينها او طبيعه البلاد حتى اللي هم عايشين يعني بالبلدي كده الطاقه في فرنسا مثلا عامله ازاي بالمقارنه بطاقتنا احنا كمصريين؟ طيب هو طبعا يعني في فرق ان فرنسا ممكن يبقى البيوت بعيده عن بعض شويه. اوكي. فانت كل ما كان البيت بعيد انت بتشم نفسك اكتر فالدنيا بتبقى افضل. اوكي. زائد ان هم العقليه بتاعتهم ان هم مثلا ما بيشتغلوش في الويك اند.
بيحبوا يدلعوا نفسهم طبعًا. لازم الدنيا تتقلب وما دول واجازه اجازه يعني ايام المظاهرات كن مثلا ينزلوا في الويك اند مظاهرات ورجعوا يكملوا شغل كانها رحله ماشي فالفكره ان هم عندهم معتقد كده ان انا ليا حاجات هو جانب الترفيهي لازم اعمله احنا كمصريين الوضع مختلف شويه ان احنا الدنيا واخدانا طبعا ودي حاجه مش حلوه لذلك انا دايما اقول للناس وده بقى مهم لو انت عايز تحافظ على طاقتك الايجابيه طول السنه مرتين في السنه تخرج بره القاهره مثلا او لو انت في مكان زحمه مرتين في السنه حتى لو هتخرج يومين بس وهترجع دور لو انت معكش ماديات دور على اقل مكان ممكن تخرج فيه احنا لما حد بيجي مثلا يسافر له ويك اند مثلا هنا ولا هنا بيقول لك ايه اغير جو اغير منظر دي المصطلحات اللي احنا بنستخدمها لكن هي في حقيقه الامر احنا بنغير طاقه الحاله دي طبعا صح جدا جدا ده لدرجه ان الدراسات العلميه دلوقتي بتقول ان لازم المستشفيات يكون حواليها زرع ولون اخضر ومساحه بحيث ان المريض يخف بسرعه لو ان المريض بيخف بسرعه اكتر فتخيل ده المريض فالانسان المعافى لو ما فيش في حياته مساحات قدامه كل يوم بيشوف نفس الناس كل يوم بيسمع نفس الكلاكسات بعد فتره للاسف هيبدا يحس بطاقات سلبيه عاليه طبعا. الحل ان هو يخرج بره القاهره شويه يمكن الفنان عادل امام عمل فيلم زي كده اللي هو النوم في العسل اللي هو قال اخرجوا بره علشان حالتكم النفسيه تبقى افضل فالجسديه تبقى افضل طبعا. اوكي طيب هل لاحظت مثلا طباع غريبه عند الناس اللي عندهم كعبله في جزئيه الطاقه هل رؤيتهم للامور مختلفه طريقه تعاطيهم وتعاملهم مع الاخرين بتبقى مختلفه أكيد. يعني الى اي درجه الطاقه اللي جواك حجمها ونوعيتها ممكن تكون مؤثره في حياتك وفي علاقتك بالاخرين طب احنا الطاقه السلبيه عند بعض الناس يتودي للغضب واحنا دايما كده بنقول ان الغضب طاقه سلبيه خارجيه يتودي للخوف طاقه سلبيه داخليه اوكي تمام فالغضب يعمل ايه افرغ غضبي في اي حد اتخانقت مع المدير اروح اتخانق مع مراتي او مع الولاد فدي طاقه سلبيه حولتها لغضب وهنا ممكن الشخص لو ما عندوش صلابه نفسيه ممكن يؤذي نفسه ويؤذي الناس اللي حواليه النوع الثاني بيخلي الطاقه السلبيه دي داخليه فتبقى خوف ودي برضو حاجه خطيره لان كل ما انا كبت الطاقات السلبيه جوايا كل ما جسمي بيتاثر بده فبمرض بس ده ما فيش مفر منه انت عندك في طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها والضغوطات في ناس كتير قوي مضطره ان هي حتى عشان ما تزعلش ولادها عشان ما تضايقش مراتها بيضطروا يكتموا جواهم احزان بقى غلسات الاخرين يعني بيبقى في ضغوطات كتيره بيقول لك انا وهم ذنبهم ايه اعكنن عليهم فبحاول اكتم جوايا الاحزان او الهموم بالظبط ده خطر الى اي درجه هو اللي بيعمل كده عمل النص الاول صح أوكي. اللي هو هم ما لهمش ذنب بس صح. النص الثاني اتصرف غلط اللي هو كبت جواه لان ده بعد فتره بيتقلب حاجه كده اسمها سايكوسماتيك امراض نفس جسميه فالكبت ده يتحول لمرض عضوي اوكي فالحل هنا ان انا اعمل ايه تخيل ان انا لو خرجت قعدت مع صاحبي 10 دقائق شربنا شاي وهزرنا ده يبدا يشيل الطاقه السلبيه دي لو انا كلمت حد هون عليا لو انا قرات في حاجه مفيده لو انا دخلت على اليوتيوب واتفرجت على حاجه دمها خفيف كل ده بيبدا يفرغ معانا الطاقه السلبيه اوكي ونبطل كلمه انا من النوع اللي بيشيل لان دي من الكلمات السلبيه جدا هفضل اقول انا من النوع اللي بيشيل جواه انا من النوع لا ده ليها تنوعات كتير اصل عيب ان حنين عارف في جمل كتير ماشيه بس كلها المفروض ان هي مميزات اصلا مش عيب انا طيب وبتاذي من الناس مش ما دي برمجه للاسف احنا برمجناها جوه عقولنا فيجذب لنفسه الاذى أيوة. وخلي بالك استاذ كريم ان اي كلمه الشخص بيقولها بمشاعر عاليه بتتحقق فعلا اي كلمه فلو قال انا حاسس ان في مشكله جايه هتجيله مشكله لو قال انا حاسس ان في خير جاي هيجيله خير لذلك فكره تفاؤله بالخير تجده طبعا. او طبعا. انا عند ظن عبد بي صحيح. ففكره انا دايما هحط جوايا ان مهما كان الواقع سلبي زي ما قلنا في الاول هتقبله لان مفيش مفر أيوة. بعد ما اتقبل هعمل ايه هدور على حاجة مهما كانت بسيطة الجميل بقى في الأمر واللي الإنسان بيستغربه إن الحاجات البسيطة قوي هي اللي بتعالجنا إحنا بننتظر حاجة كبيرة الشخص بينتظر حاجة كبيرة تحصل في حياته عشان يبقى مبسوط بس الحاجة الكبيرة دي لو جت ممكن ما يبقاش مبسوط إنما حاجات صغيرة كل يوم نعملها دي اللي بتحافظ على طاقتنا الإيجابية
وتحمينا من الامراض وتحمينا من مشاكل كتير جدا. انا ماليش دعوه، انت تاخد بعضك وتجينا في اقرب اجازه نكمل الكلام، لان للاسف احنا محكومين بمده زمنيه معينه انت عارف. ربنا لكن الكلام، اصل الملف ده اصلا شيق وبالبلدي كده قماشته عريضه قوي، حقيقه ويستاهل ان احنا نتكلم فيه بعد كده. صح. ان شاء الله نتمنى نشوفك في اقرب زياره تنور فيها مصر بامر الله قريبا. بشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. شكرا لحضرتك. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نبتدي معاكم الكلام من البدايه. عودة لمن البداية، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. وخلونا من البداية نتفق على أن أكيد أشكال عمل الخير كتير قوي والحقيقة كلها أحلى وأجمل من بعض، لكن في مننا ناس لما بيجوا يعملوا عمل خير أو عمل صالح أو يجوا يتصدقوا بشكل عام بينقوا بذكاء، بيختاروا بحنكة، بيروحوا للحاجة اللي بيكونوا ضامنين أنهم يعني من خلال الحاجة دي هيعود عليهم نفع أكبر وخير أكبر وكم أكبر بكتير من الحسنات، نظرا لوجود تفصيلة أو عنصر الاستدامة. خلونا نتكلم عن حاجة ربنا سبحانه وتعالى نبهنا ليها، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بيها، سقي الماء. وسقي الماء في مؤسسة نبض الحياة واخد أربع أشكال، إما وصلات مياه أو حفر آبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا اللي عايشين في صحراء براني، أو محطات تحلية وتنقية المياه، أو وده اللي هنتكلم عنه في الفقرة دي الآبار الارتوازية. تعالوا نعرف أكتر يعني إيه أصلاً الآبار الارتوازية من خلال ضيفي اللي منورني فضيلة الشيخ حافظ عبد الحليم. يا مساء الخيرات. أهلاً بحضرتك يا أستاذ كريم. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ السادة المشاهدين، لا تمام والله الحمد لله رب العالمين. متشكرين جداً على المقدمة الرائعة ديت، إن أنت دايماً يعني بتعمل لنا تجميعة كاملة كده لأنواع أعمال الخير وخصوصا في الملف اللي بتبدأ تتكلم فيه يعني. يا باشا ده بعض ما عندك. ربنا يبارك. بعض ما عندك، وبعدين أنا مش بجيب حاجة أنا حاجة من عندي، ده من أعمالكم أنتوا عاملين الحقيقة، ودي كلمة حق لازم تتقال. الملف ده ملف سقي الماء في المؤسسة واخد أهمية كبيرة جدا منكم بشكل ملحوظ يعني. الحمد لله رب العالمين. خلينا نبدأ كده الأول بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية الحمد لله رب العالمين إن أنا فرد من مؤسسة نبض الحياة. ده مهم جدا الواحد يشكر ربنا عليه، كل واحد شغال في مؤسسة نبض الحياة بيحمد ربنا على الأمر ده. جميل. لعدة أسباب. السبب الأول الحمد لله رب العالمين إن إحنا بنسعى في قضاء حوائج الناس. طبعا. وبنسعى بقوة. وإدخال السرور على قلوبهم. بكل أشكال قضاء حوائج الناس بقى وما فيه الخيرات والأجر بنرجو إن الله سبحانه وتعالى يأجرنا على ده. آمين. الأمر الثاني هو إن الحمد لله رب العالمين معانا إدارة كويسة جدا وقوية وأمينة، فبتخلي الواحد لما يقول قال الله وقال رسول الله ويطلب من الناس إنها تساهم معانا وتتصدق وتتبرع بيطلب ده بقلب جامد، ما بيبقاش خايف من النتيجة والعاقبة. صحيح. لأن ببساطة اللي بيدفع جنيه بيتعمله الحاجة بتاعته. طبعا. فده بيخلي فيه أمان بالنسبة لي يعني لما أقول كده رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. صحيح. لما أقول الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما بقول الكلام ده بقول وأنا مطمئن. طبعا. مش مجرد ان انا واحد بقول كلام ولا مش عارف بيحصل ايه ورايا. أيوة. ففي رقابه مننا، وغير ان الاداره ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني حريصه جدا على ان ما فيش حد يحط جنيه الا ويتحط في مكانه بالظبط. وبطبيعه الحال كل نشاطات المؤسسه يعني تتسق مع يعني المتفق عليه مع وزاره التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه، يعني انتوا بتشتغلوا تحت مظله. أيوة. الوزارات. طبعا. المعنيه. هو ما فيش حد اصلا يعرف يشتغل بفضل الله سبحانه وتعالى غير تحت مظله المؤسسات الدوله والرقابة من الدولة. تمام. فكل حاجة بتحصل بيبقى فيها رقابة الحمد لله رب العالمين. كويس. فبفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كده الواحد بيتكلم من ايه، من مكان قوة، من نقطة قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نتكلم كده عن نشاطنا في موضوع المية. الحمد لله لنا السبق في ان احنا قدرنا نوصل لأماكن كتيرة جدا ما فيش حد قبلنا وصل لها. عملنا أرقام يعني مهولة جدا لدرجة ان الواحد ما كانش متخيل ان الناس عطشانة للنوع ده من الصدقات زي ما حضرتك تفضلت وقلت. اسمح لي بس عقب على كلمة حضرتك قلتها. اتفضل. حضرتك قلت ان ده من الذكاء ومن العقل ومن الحكمة ان الانسان يختار النوع ده على وجه التحديد من الصدقة اللي هو سقيا الماء. ده من زاوية معينة لرؤية الموضوع، لان من زاوية تانية قد يكون وطبعا فضلتك ادرى مني من مرة يكرمك. ان ده الهام من ربنا. التوفيق. للشخص. طبعا. التوفيق. طبعا. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول فسنيسره لليسرى. ايوه. التيسير لليسرى هو ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب تقربك منه سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأبواب القرب منه كثيرة ومفتوحة، فاللي يقرب من الباب ده يدخل منه. صحيح. والنوع ده من الصدقات بيشتمل على
اولا في قضاء لحوائج الناس بشكل مباشر. لا ودي مش اي حاجه بشكل مباشر حوائج. بشكل طبعًا مباشر طبعًا لحاجتهم الاساسيه زي ما حضرتك بتقول كده طبعًا. فالحمد لله رب العالمين ان احنا دخلنا في الباب ده. الامر الثاني ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته صلى الله عليه وسلم احب ان يكون في هذا الموقف. يعني انت بتعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم احب ان يكون فيه صلى الله عليه وسلم. وده الموقف الرائع جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف عمه سيدنا العباس بيسقي الناس في موسم الحج ويقول له يا عباس عم رسول الله انكم على امر عظيم، يعني سقي الناس صحيح. ولولا ان يزاحمكم الناس لنزلت وسقيت معكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في تعداد من يحملون القرب يسقي الناس، لما في هذا من فضل واجر كبير جدا. طب ما نرجع برضه يا شيخ حافظ لاصل عمل الخير والعمل الصالح. زي ما كنت بقول من شويه، كل اشكال مساعده الاخرين وادخال السرور والسعاده على قلوبهم وقضاء حوائجهم وفك كربهم الى اخره، كل دي حاجات احلى من بعض. بس ليه لسقي الماء الفضل الكبير ده والخصوصيه الشديده دي، وتذكر كتير سواء في القران او في سنه، وتذكر في يعني حتى في الكتب السابقه كمان. طبعا طبعا وعلى لسان كل الانبياء وعلى لسان كل الانبياء لما تقرا في موضوع سقيا الماء ده. اشمعنى مش اطعام الطعام مثلا؟ هو الميزه بقى في هذا الدين الحنيف وفي مساله يعني مساعده الناس. في اثر كده بيقول ان الخلق كلهم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، يعني عال على الله، يعني محتاجين الى الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. فمن احسن الى عيال الله احسن الله عز وجل اليه. طب الاحسان ده بيجي بكل الطرق. فتلاقي لما تدخل في بند اطعام الطعام تلاقي فيه فضل، فتشعر ان الفضل كله صحيح موجود في اطعام الطعام بس. صحيح. لما تقرا في بناء المساجد تجد ان كان الفضل كله موجود طبعًا في بناء المساجد بس طبعًا. وده من رحمه الله سبحانه وتعالى علينا. ليه؟ لان الناس مشاربهم واهوائهم مختلفه وميولهم مختلفه. ميولك غير ميولي، غير ميول الاستاذ، غير ميول الحاجه، غير ميول اختي طبعًا. كل واحد ليه ميول، حتى في باب عمل الخير في ميول أكيد. فتلاقي في ناس عندنا ما شاء الله مكرس كل يعني ما أوتي من قوة وكل ماله في مسألة إطعام الطعام، وحد تاني في مسألة سقي الماء، وحد تاني في بناء المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل جميل. فالباب بقى بتاع سقي الماء ده اللي الواحد اكتشفه للأسف مؤخرا، أنا بتكلم عن نفسي وأكيد في ناس كتيرة جدا من اللي بيشوفونا عندهم نفس الأزمة اللي كانت عندي دي. أنا كان تصوري عن سقيا الماء وصدقة الماء والفضل اللي فيها بيتمثل في إزازة مية توزعها في رمضان. أيوة قبل الفطار. أو كولدير مية تحطه في مسجد أو مدرسة. صحيح. أو مبرد تحطه في مكان عام. ده كان تصوري. لحد لما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن أنا روحت زرت أهالينا اللي موجودين في قرى الظهير الصحراوي، فاتفاجئت أن الأمر مختلف تماما. يا جماعة في ناس بتموت بسبب الفشل الكلوي والتدهور الحالة الصحية بسبب المية. طبعا. فقلت ده ما يبقاش أولى ليه، واكتشفت الحمد لله رب العالمين أن المؤسسة لا تدخر جهد في المكان ده. وبالمناسبة احنا الأسبوع اللي فات ده تحديدا كنا مسلمين 150 بئر توازية في بني سويف. في بني سويف، بني سويف في ثلاث مراكز مختلفة، ثلاث مراكز مختلفة، منها الفشن ومنها الوسطى ومنها أهناسيا تقريبا، مش عارف الاسم صح ولا لا، برضه بتتكلم 150 بي، وفي اماكن مختلفه كمان 150 بي بفضل الله سبحانه وتعالى. ورحنا كلنا، يعني كان الفريق فريق المؤسسه كله كان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لك ان الاقبال من الناس على ده رهيب جدا. لا ما بص بقى، هستاذن فضيلتك بتفصيله لان انا اكيد برضه يهمني اعرف هل حجم الاقبال يتسق ويتماشى مع اهميه هذا الامر ولا لا. بس استسمحك نشوف الاول التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. افتتحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى النهارده 51 بير، 51 فرحه، لا 1500 فرحه، 1500 سعاده، لان المستفيدين من الابار مش 51 اسره ابدا، لا ده كل بير اقل عدد مستفيد منه اكتر من 10 او 15 اسره. بنقول ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ودي كان بيحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. واحنا بنقول لكل الناس اللي وسهل وصول المية العذبة للناس، الحمد لله الذي شرفكم واختاركم من وسط آلاف وملايين الناس ووفقكم ان انتوا تكونوا سبب في توفير كوباية المية، وإن الناس لما تشرب كوباية المية تقول الحمد لله الذي جعله عذبا
فراتا برحمته. بنفتتح الابار وبنفرح الناس هنا وبنفرح حضراتكم باعمالكم الطيبه واعمالكم الخيره، لكن هتلاقونا موجودين بكره وبعد بكره وكل يوم باذن ربنا سبحانه وتعالى، بننقب وبنبحث عن ناس ثانيه لسه لازالوا مستحقين علشان ندخل الفرح والسرور عليهم. ايديكم في ايدينا للاتصال وللتبرع مع مؤسسه نبض الحياه. اطلب 15740، مندوبنا بيصلك في اي مكان. صداقتك هنا في صف تبع مركز الواسطه ومحافظه بني سويف لاهالينا الطيبين هترويهم، وباذن الله من كل مرض تقيهم. هنا بيشتروا جركن الميه بكام؟ 2.5. ب2 جنيه ونص بس جركن الميه. هيقضي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هيقضي اكل ولا شرب ولا هيقضي غسيل ولا هيقضي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ عايزين يا جماعه نريحهم من عناء البحث عن الميه. فينا ست جميله ورايا اهي بتقول انا كنت بستنى جيراني، كنت بستناهم يفتحوا ويصحوا من النوم الظهر والله علشان املى من عندهم شويه ميه جميله. لسه القريه محتاجه والقرى المجاوره محتاجه، ولكن باخلاصكم وبدعمكم وبتبرعاتكم باذن ربنا سبحانه وتعالى مستمرين مع بعض. احنا النهارده قدرنا في يوم واحد بس نعمل 50 بير في اماكن مختلفه في محافظه واحده في بني سويف. لسه في عندنا شغل في محافظات تانية وفي مراكز في بني سويف عاوزين نوصل لها. كل ده بدعمكم وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فكنا كربة لكن لسه فيه كروبات، لسه فيه كروبات عند ناس كتيرة هنا محتاجين دعمكم، محتاجين انكم تكونوا معانا، محتاجين انكم تكونوا جنبنا، محتاجين يا جماعه انكم ما تتاخروش وتتصلوا دلوقتي بسعر الدقيقه العاديه على 15740. وباذن ربنا سبحانه وتعالى الرحله تتكرر مره واثنين وثلاثه ومية بدعم من حضراتكم، علشان زي ما قلنا قبل كده الفرحه التنيهه دايما، وما نلاقيش حد لسه محتاج او يقول لنا انا محتاج وصلات ميه او محتاج ابار ميه. طيب احنا كنا وقفنا في الكلام عند تفصيلة هل يا ترى اقبال المشاركين والمساهمين والمتبرعين يتماشى مع اهمية هذا الملف او هذا البند تحديدا، الشكل ده بالذات من اشكال سقي الماء. وبرضو عشان افسر لك السؤال ده وراء ايه، وراء انطباع قد يكون مغلوط، فكرة ان انا لامس ان في مثلا وقف النخيل. لا بسم الله ما شاء الله، ده مش مجرد اقبال، احنا بنتكلم على هجوم كاسح بسم الله ما شاء الله. دي واحدة، فممكن يكون ده على حساب ملفات تانية لا تقل أهمية زي ما بنتكلم على حفر الأبار الارتوازية. التانية إن أنا عارف إن قيمة التبرع المطلوب في حالة حفر بير ارتوازية بيبقى 25,000 جنيه، مظبوط الكلام؟ صحيح تمام. ممكن حد يقول لك طب ما أنا بال 25 دول أعمل 5 نخلات مثلا، أو أعمل مجموعة من الوصلات، من منطلق إن في حاجات تانية ممكن تبقى تكلفتها أقل. الكلام ده الى اي درجه صح او غلط؟ اولا السؤال الاول، انت حضرتك بتقول هل الاقبال على الملف ده يتناسب مع اهميته؟ لا، اسمح لي اغير كلمه اهميته، هل يتناسب مع الاحتياج مش اهميته؟ ماشي، لان احنا متفقين على اهميته. مفيش حد النهارده أكيد بيشوفنا هو مش عارف اهميه الميه، اكيد صح ولا لا؟ واكيد برضو مجمعين ان احنا بنتكلم على احتياج. أيوة. يعني هي في الاخر صح. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الاحتياج، لا الاحتياج اكتر بكتير جدا من من الاقبال. اوكي، دي حقيقه. وان كان الحمد لله رب العالمين الاقبال، معلش هو وان كان الاقبال مش قليل، وان كان الاقبال مش قليل خالص، بس يعني اقل من المطلوب ما شاء الله لا قوه الا بالله. ويمكن اللي بيرجع ده لسبب ان حضرتك تفضلت وقلت ان سعره مش قليل. يعني لما ادفع 25,000 ففي حد يقول لك لا انا ممكن اعمل 5 وصلات بيهم، حد يقول لك لا انا ممكن اعمل 5 نخلات بيهم. فبرضه دي افكار كل واحد ادرى بالتصور اللي عنده، لكن الحقيقه ان في كتير جدا مننا بيغفل على ان انت اقل تبرع ممكن تحطه في اي عمل هو ليك عند الله سبحانه وتعالى. انت مش بتتاجر مع كريم ولا مع حافظ ولا مع اي حد، انت بتتاجر مع الله. طبعا والمتاجره مع ربنا سبحانه وتعالى وضعها مختلف تماما عن اي حد تاني. صحيح. ان الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يتقبل الصدقه بيمينه فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوه، معنى يربيها يبقى هو بياخدها هي صغيره عند الله سبحانه وتعالى مهما عظمت، لكن عند الله سبحانه وتعالى اعظم في الاجر بكثير. فالانسان ما يحتقرش ابدا حجم الصدقه بتاعته. ففي حد يقول لك انا بدل ما هعمل ما هساهم في بير او ادفع ثمن جزء من ثمن بير هحطه فين؟ في نخله. فاحنا بنقول لا، يبقى الاقبال مش متناسب مع الاحتياج، لا
الإقبال احنا محتاجينه يزيد أكتر، ومحتاجين ان كل واحد معاه مبلغ وان كان بسيط يحطه وما يحسش ان هو حاجه قليله طبعا. جنب بير دي الجزئيه الثانيه ودي مهمه جدا يا استاذ. اتفضل. دايما في المؤسسه واظن الناس اللي معانا من زمان المتبرعين اللي معانا من زمان عارفين ده عندنا كويس جدا. فكره ان احنا بنسعى دايما للتطور، دايما بنطور من شغلنا. صحيح. ومن التطور ده احنا دلوقتي متجهين لاتجاه مهم جدا، محتاجين برضو دعم الناس معانا، ان احنا بدل ما نعمل ابار ارتوازيه نعمل محطات تحليه وحدات معالجه. وحده المعالجه الكامله فيها مميزات كتيره جدا اكتر من البير. البير مهم، ومحطات التحليه ومحطات المعالجه وحدات المعالجه اهم بكتير جدا. عشان كده انا ببقى نفسي كل اللي يشوفنا دلوقتي يبدا يشوف الرؤيه دي معانا. طيب محطة التحلية أو وحدة المعالجة بتنفع أكبر قدر من الناس، يعني احنا بننزل قرية، بننزل قرية صحيح، فبنضطر نعمل مثلا في 3-4 شوارع أبار مختلفة، عدد أبار كبير كتيرة جدا. جودة المية بتطلع أقل من المطلوبة لأن وحدة المعالجة بتطلع جودة المية أحسن بكتير جدا، أكيد. بتخدم أكبر عدد من الناس طبعا. لا تتأثر بانقطاع المية زي مسألة البير. وإن كان الخزان موجود إلا إن ضغط الناس عليه بيكون برضو طبعا. بيخلصه أكيد. فإحنا دي رؤيتنا إن إحنا المرحلة القادمة إن إحنا نستعيد عن ده. فواحد عمل بير ب 25,000، إيه المانع إن هو ال 25,000 يتحطوا مع 25,000 كمان واثنين ثلاثة يشتركوا مع بعض في وحدة معالجة؟ إن كان أنت مش هتقدر تعمل وحدة معالجة بنفسك فتقدر يكون ليك سهم في وحدة معالجة ومحطة تحلية. لأن يعني طبعًا وحدات المعالجة بتبقى تكلفتها أعلى بكثير من مجرد حفظ. بتوصل ل 200,000 يعني تقريبًا كده، بتوصل ل 200,000 بس يعني. اللي أنا أعرفه يا شيخ حافظ إن في أماكن معينة ما بينفعش معاها آبار أيًا كان العمق اللي بينزلوا بيه، لأن طبيعة المية اللي بتطلع يلزمهم بالبلدي كده يلزمهم محطة تحلية، وما ينفعش معاهم غير محطة تحلية. أيوة، محطة التحلية تنفع في أماكن كتير جدا. البير أحيانا بيكون مرهق وإن كان طبعا مهم جدا أكيد. والناس ما شاء الله لا قوة إلا بتستفيد منه طبعا. لكن دي رؤيتنا للتطور إن أنت تنفع أكبر قدر. أنت ممكن تعمل في عزبة وحدة معالجة واحدة بس بدل ما تضطر تعمل فيها 10 أو 20 بير أو 50 حتى بير أوكي. فوحدة المعالجة الواحدة هتغنيك عن كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنحرص على ده وبنسعى لده. عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ليه عطاءات عجيبه جدا في مساله الابار اللي شفناها. احكي لك موقف حصل في الرحله اللي فاتت دي. اتفضل. ام من امهاتنا الجمال يعني والله وجعت قلب الواحد. لقيتها يعني هي وصلت لل 80 سنه تقريبا كده يعني فيما يبدو لي. انت لسه هتبتدي الحدوته وعينك دمعت اهي. والله لا بجد يعني، وتبص تلاقيها لمجرد ان انت عملت لها حنفيه ميه هي بالنسبه لها حنفيه ميه. انت بالنسبه لك بير، هي بالنسبه لها حنفيه ميه بس والله كانك رديت فيها الروح. اقسم بالله فضلت تمسك ايدينا تبوس على ايدينا كده عشان احنا عملنا لها دي. مش احنا اللي عملنا لها، بنقولها يا امي والله مش احنا، ده احنا وسطاء بس. صحيح. فتقول انتوا ربنا اكرمكم وانقذتوني. حد تاني تلاقي عوض ربنا سبحانه وتعالى جاله في لحظتها. دخلت بيت من البيوت بنشوف الحاجه وبنطمن عليها، فدخلت فاحنا عاملين موتور يرفع الميه من الابار دي عشان خاطر يملى الخزانات، بحيث لو في انقطاع في الكهرباء يبقى الخزانات موجوده تكفيهم لحد مده معينه. فبقول لها هو انت كان عندك موتور قبل كده او حنفيه؟ فبتقول لي لا. بقول لها اصل انا شايف مكان ماسوره ميه هنا. فقالت لي انا كنت بروح حامله ميه على الحماره بتاعتي من مكان تاني بالجراكن، وبحط برميل هنا ومطلعه من البرميل ده ماسوره وعاملاها حنفيه قدام الباب عشان اللي رايح واللي جاي يشرب منه. قلت لها طب انت يعني بتملي لغيرك؟ يا سلام. قالت بملى البيت وبملى الغير. يا سلام. والله قالت لي جمله يا استاذ كريم بقى دي اهم ما في الموضوع. قالت لي وعوض ربنا اكتر ما انا متخيل، عمري ما حلمت ان انا يجي لي بير في 5 حنفيات ميه عشان انا كنت مطلع حنفيه واحده بس. بقول حياتنا احنا، انا حياتنا احنا لما انا بتعامل مع ربنا كده. شوف الآية بتاعت وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أيوة صحيح. آية واضحة جدا طبعا. وما في حد تصدق بصدقة المية ونفع الناس بالمية ووفر احتياج الناس للمية إلا وربنا سبحانه وتعالى أخلف عليه أضعاف مضاعفة. علشان كده البند ده لما حضرتك بتقول لي هل الإقبال عليه متناسب مع أهميته، قلت لك هو متناسب مع أهميته بس مش متناسب مع احتياجه. صحيح عندك حق. صحيح عرفت ليه أنا صلحت على فكرة برضو يعني لازم
الواحد مننا حتى ولو يسرح ان شاء الله لثواني كده احنا كلنا بنتعامل مع وجود الميه في حياتنا، وجود حنفيات ميه في بيوتنا على اعتبار ان من الامور المسلم بيها مفروغ منها. أيوة. نتكلم على حنفيه ميه، لا حنفيه الميه دي حلم بعيد المنال بالنسبه لناس كتير جدا جدا، وطبعا انتوا بتشوفوا مليون حدوته وقصه يا فندم. واللي بتيجي تقول لك كده انا كنت بحسب ان انا هموت قبل ما اشوف حنفيه ميه عندي في البيت، تقول لك كده انا كنت بحسب ان انا هموت قبل ما اشوف ميه متوفره عندي في البيت. اباء وامهات وكبار وصغيرين شباب وكلهم متفقين على ان انتوا كانكم انقذتونا من الموت. التصور ده عمرك ما تعيش اللحظه دي ابدا ابدا الا اذا كنت جزء منها مش متفرج عليها. صحيح. واحنا بنتعامل مع الميه زي ما حضرتك قلت انها نعمه مألوفه، فالواحد عشان يطلع من الف النعمه ده لازم يبذلها لله سبحانه وتعالى. طب يبذلها بايه؟ بان هو يعطي لله سبحانه وتعالى. مهما كان الصدقه بتاعتك صغيره في نظرك، وان في نظرك احيانا بتقول كده هو ينفع اطلع 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 100 جنيه؟ انا ما اقدرش اقول لك ينفع ولا ما ينفعش، لكن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره نص بلحه. صحيح. بشق تمره نص. صحيح. بلحه. انت هتقارن بقى نص بلحه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتقي النار بيها ب 100 جنيه ولا 10 جنيه؟ صحيح. فأي صدقة مهما قلت بتفرق معانا جدا، وبتقرب لنا المسافات جدا. أكيد. وبتفرق. أكيد. في الأماكن اللي بنوصل لها، وبتفرق في الوقت معانا جدا جدا. أتمنى إن شاء كل الله شفنا ما يبخلش على بالاتصال على الأقل بإذن الله. المرة الجاية لما نلتقي وأتشرف وجودك معانا في البرنامج أتمنى يكون الكلام اختلف ويكون حجم الإقبال ابتدى يقرب ولو شوية من حجم الاحتياج. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة جزيل الشكر. الشكر موصول لحضرتك وللسادة المشاهدين. ربنا يبارك فيك. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع تاني عشان نبتدي كلامنا من البداية. يا أهلا بكم مرة تانية. جه وقت الكلام عن الجمال. طبعا الفقرة دي أكيد هتهم كتير جدا من الفتيات والسيدات اللي بيتابعوا حلقتنا النهاردة. هنتكلم من خلالها عن كيفية العناية بالبشرة وبالشعر، ومنورانا الأستاذة هند حسن خبيرة التجميل والعناية بالبشرة. يا مساء الخيرات وأهلا. يا مساء الخير يا أستاذ كريم. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله حلو. بتهيألي التفصيلتين دول أو النقطتين دول ليهم أهمية كبيرة قوي عند معظم السيدات، فكرة البشرة وكيفية الحفاظ عليها والعناية بيها والاعتناء بيها، وكذلك الشعر، وخصوصا في ظل التغيرات الجوية. احنا دلوقتي في مرحلة ما بين فصلين داخلين على شتاء، فأعتقد الملفين دول أهم من بعض بالنسبة لستات كتير. ده حقيقي فعلا، ان كل ست دلوقتي بتبقى أهم حاجة عندها ان هي ازاي تبتدي تهتم ببشرتها وشعرها. ومش لازم على فكرة ما يكون من سن كبير، احنا من أول سن 20 سنة 19 سنة بنبتدي ان احنا نقول نهتم ازاي، او ان احنا ازاي نخلي بشرتنا تكون دايما أفضل وشعرنا كمان يكون أفضل. بحس ان انا كل ما بكبر في السن يمكن شوية ان الشعر بيختلف، فأنا بضمن ان وأنا صغيرة بيكون عندي البروتين بتاعي كامل اللي انا بستخدمه لبشرتي ولشعري عشان يخليني دايما في افضل المصدر. بتقولي كل فتره الشعر بيختلف، بمعنى ايه بيختلف؟ يعني كواليتي الشعرايه نفسها بتختلف؟ كواليتي الشعرايه طبعا بتختلف نتيجه للعوامل اللي احنا بنتعرض ليها، زي ما حضرتك قلت الشمس، التراب، الهواء، الحاجات كلها دي بتخلي كل حاجه في جسمنا بتتغير. شعرنا نفسه بنلاقي فيه ناس وهي في سن صغير بتقول انا لما بكبر مثلا شويه او لما كبرت شويه شكل شعري ما بقاش زي الاول، شعري بقى يقع. شعري بقى متقصف مثلا، نتيجة أكيد للعوامل كتيرة اللي حوالينا. أوكي. طيب في هذا الإطار تنصحي بإيه بقى؟ تعالي نبتدي بالبشرة ولا شعر؟ نبتدي بالشعر اللي احنا النهاردة جايين بنتكلم عليه. احنا النهاردة بننصح بإيه؟ أنا جاي أتكلم النهاردة على برودكت حلو جدا 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 هيساعد كل ست عايزة تهتم بشعرها وعايزة تغير شكل شعرها في كل حاجة. إن احنا معانا النهاردة كورس سيبال. هو عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن بروتين سيبال. بروتين سيبال ده هو بروتين بنستخدمه، طبعا الناس كلها عارفة البروتين، هو بروتين بيبقى في الشعر خصوصا الناس اللي هي بتعاني من الشعر المتقصف والهايش والمجعد، الناس اللي بتبقى شكل شعرها مضايقها يعني. والموضوع دوت على فكرة بقى يعني بنلاقي ناس كتيرة قوي، بنات كتيرة قوي الموضوع ده يمكن بيبقى مؤثر جدا فيها، ان انا شعري مجعد او شعري مش شكله ناشف قوي متقصف قوي. فاحنا بنتكلم على البرودكت بتاعنا اللي هو سيبال بروتين، وهو زيرو فورمالين. وبنأكد الأرقام بتاعتنا الأول الموجودة على الشاشة ديت إن إحنا ممكن أي حد يتواصل معنا فيها، نبتدي نعرفه كل حاجة عن البرودكت بتاعنا وكمان إن هو يطلب البرودكت بتاعنا مننا. بلس إن إحنا معانا شامبو، والشامبو دوت هو شامبو طبي بنستخدمه بعد البروتين، بيساعد إني أنا يحافظ على شعري من التساقط ومن التقصف وبيعمل زي حماية للشعر.
بلس ان احنا النهارده هيكون معانا كمان سيرم، السيرم دوت اللي هو بقى بنقول بيحمي الشعرايه نفسها وبيعمل ريكفر للشعرايه، بيعيد بناء الشعرايه من الاول وجديد، يعني دوت الناس اللي عندها تقصف في شعرها او الناس اللي شعرها ابتدى ملمسه يتغير بقى جاف قوي، فان احنا بنستخدم السيرم بتاعنا. مش بس كده، احنا النهارده كمان هيكون معانا خصم 50% اللي هيكلمونا اثناء الحلقه. يا سلام عليكي وعلى عطائك وعلى ايدك السخيه. ده حقيقي، احنا عايزين كل حاجه تخلي الست تكون في مظهر افضل ونفسيه افضل، فاحنا اكيد مش بنبخل عليهم بالمعلومات خالص. يعني اول ما هنلاقي اول ما حد بيكلمنا في التليفون في الارقام الموجوده هنلاقي ان في ناس بتساعدهم في خبراء تجميل عندنا بيساعدوهم ان احنا بنستخدم ايه وايه النصايح اللي بنقولها لهم عشان يهتموا بشعرهم. بلس ان احنا كمان بيبقى متابعينهم، يعني اللي هو مش بس لا احنا بنبقى متابعينهم واللي بيردوا عليهم وبيتواصلوا معاهم بيبقوا متخصصين في مجال الشعر طبعا. جميل. طيب انا عايز اقف معاكي عند كيس كده من زمان بتحصل، يعني مع يعني في عصور مختلفه دايما بتلاقي القصه دي حاضره ولو حتى بنسبه ضئيله، بس تلاقي دايما ان في بنت صغيره في مرحله مثلا حضانه او في مرحله ابتدائي والبنت شعرها كيرلي قوي او يعني مجعد زياده او هايش زياده وغير قابل للتسريح بسهوله، وبتتعرض نتيجته لتنمر كتير في الفصول في الفصل او في المدرسه، وفي كتير من الاحيان بتبقى البنت مش عايزه تروح المدرسه اصلا. ده الى اي درجه البروتين اللي حضرتك بتتكلمي عليه ممكن يبقى مفيد بالنسبه ده؟ مفيد جدا جدا جدا، ان احنا زي ما حضرتك قلت فعلا الموضوع ما بيبقاش موضوع بس كشكل انا مضايقني وعايز اصلحه، لا بقى ساعات كتيره جدا زي ما بتقول ان هو موضوع بيوصل لتنمر، اني شعري مجعد، اني شكل شعري مش حلو، ان البنات كلها شعرها ناعم وطويل وانا شعري، حتى لما بيكون الشعر مجعد ما بيبقاش باين طول الشعر نفسه قد ايه. صحيح. بيبقى الموضوع كمان مضايق البنت نفسيا، مضايقها ان هي حاسه ان هي اقل من اصحابها، فعشان كده ان احنا بنقول البروتين بتاعنا سيبال هو مفيد جدا في الموضوع ده، والموضوع بيبقى مجهد كمان على الام، ان الموضوع بيبقى موضوع ان انا اعرف اسرح لها شعرها واعرف اسلك لها شعرها، لا البنت بتستحمل دوت لان طبعا بيكون في ضغط كبير جدا على راسها، بلس ان الموضوع بيكون في قوه بدنيه محتاجها ونفسيه بتدمر البنت، فاحنا بنقول البروتين بتاعنا سيبال ان هو بيحل المشكله ديت وهو بيكون امن تماما. يعني ممكن نستخدمه الأطفال من بداية سن 5 سنين لأن بتكون الشعرية ابتدت تعرف خصائصها إيه وبتكون طبيعة الشعر ابتدت تتحدد، فممكن بنستخدمه للأطفال. ده عايز أقول لك يا أستاذ كريم إنه بيخلي شكل البنت لما بتلاقي نفسها شعرها بقى ناعم وطويل وشكله صحي وبيلمع، البنت بتبقى مبسوطة قد إيه وبيختلف جدا في نفسيتها. بلس إن إحنا بعد ما بنستخدم الشامبو بتاعنا، واللي بنأكد إن الشامبو بتاعنا زيرو فورمالين. أوكي. وكل المنتجات بتاعتنا مرخصة من وزارة الصحة المصرية، يعني آمنة تماما ملهاش أي أضرار خالص. بلس إن احنا النهاردة هيكون معانا زي ما قلنا السيرم بتاعنا هيكون هدية على البروتين وعلى الشامبو اللي بنستخدمه بعد البروتين، بلس خصم 50%، وكمان التوصيل عندنا مجانا خالص. جميل. وهيكون كمان معانا الفريق المتخصص بتاعنا خبراء بيردوا علينا على أي استفسارات عايزين نعرفها. جميل. احنا بنتكلم دايما على ان مشاكل الشعر بتزيد في حالة التغيرات الجوية، التعرض للرطوبة، درجات حرارة عالية، تراب الى اخره. في فئة كبيرة من الفتيات ومن السيدات اللي هم المحجبات يعملوا ايه بقى في اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني برضو ساعتها هل الشعر ممكن يتأثر بطول فترة بقائه تحت الحجاب؟ ده حقيقي. انعكاسات مش لطيفة بالنسبة للشعر؟ ده حقيقي فعلا. اول حاجه احنا بنقول ان مش لازم الست اللي تهتم بشعرها الست اللي مش محجبه بس، لا بالعكس الست المحجبه كمان ان هي بتبقى عايزه تهتم بشعرها، ان تحت الحجاب بتاعها يكون شعرها صحي وكويس، وان هي في الوقت اللي بتقلع فيه الحجاب بتاعها في البيت تكون شكلها، ان احنا خلينا متفقين ان الشعر ده هو تاج جمال المراه، فان هو اكتر حاجه بتدي للمراه انوثه ان شعر يكون شكله حلو. فاحنا بنبتدي ان احنا نقول ان احنا لو حد محجب فان هي بتستخدم البروتين بتاعنا السيبال، بلس بتستخدم الشامبو الطبي، بلس ان احنا بنبتدي بقى الخبراء اللي بيردوا عليها في التليفون بنبتدي ان احنا نقول لها تبتدي تعمل ايه. يعني ان احنا بنخلي الشعر يتهوى شويه او يتعرض للشمس، ما بقاش لابسه الحجاب على طول، ما البس الحجاب بتاعي او الطرحه على شعري يكون مبلول، لازم يكون شعري جاف.
علشان دوت طبعا برضه بيؤدي الى التقصف اللي بيحصل في الشعر، ان احنا بنلاقي فيه ستات كتيره محجبه تقول لك انا شعري بقى يتقصف، فده بيكون نتيجه ان احنا ما بنعرضوش للشمس وللهواء، لان طبعا الشمس والهواء زي ما هي بنقول اوقات بيكون ليها اضرار بس هي اكيد ليها فوائد برضه كتيره جدا. فان احنا نبتدي ان احنا نعرضه للشمس، نبتدي ان احنا نهتم بشعرنا، بنستخدم السيرم بتاعنا، السيرم ده بيعمل ريكفر للشعرايه، يعني بيعالج الشعرايه نفسها، بيعيد الشعرايه لحالتها الصحيه الطبيعيه. اوكي جميل. طيب هل في اي مشكله لو السيده صبغه شعرها واحتاجت ان هي تستخدم البروتين اللي حضرتك بتتكلمي عليه؟ يعني هل البروتين ممكن ياثر على لون الشعر نفسه سواء كان اللون الحقيقي الطبيعي او المسبوخ؟ احنا بنقول طبعا ان احنا في الحالات اللي بيكون الاطفال بيكون ما فيش صبغات في الشعر، في ناس بتكون عامله صبغه في شعرها وعايزه تعمل البروتين، فاحنا بنقول ان هو يفضل، ودوت اللي احنا بنوضحه، ان احنا بنطلب البروتين بتاعنا السبال، في الارقام موجوده عندنا على الشاشه، بيرد علينا خبراء بيبتدوا يقولنا على كل الاسئله اللي احنا بتيجي في بالنا، ان انا لون شعري طب هيختلف لما هستخدم البروتين وانا صبغه شعري، فاحنا بنقول ان يفضل يكون عدى فتره ما تقلش عن 3 شهور، من 3 لاربع شهور على فتره الصبغه علشان ما يغيرش لون الصبغه بتاعتي. لو الصبغه نفسها هتفضل موجوده زي ما هي لمده 3 او 4 شهور؟ ما هي الصبغه بتبقى موجوده، ممكن اكيد الصبغه ممكن تكون لونها اتغير، بس احنا بنقول ان انا علشان عايزه اصبغ شعري فانا افضل ان انا استخدم البروتين بتاعي بعد الصبغه بثلاث شهور. طيب الفتيات والسيدات اللي بيستخدموا حاجات زي الاكستنشن والبواريك والحاجات اللي زي كده، الى اي درجه بتكون مؤثره بالسلب على كواليتي الشعر بتاعهم؟ يعني اكيد احنا بنقول ان هي ممكن تبقى ليها اضرار، بس ممكن بيبقى ليها زي يعني فايده في اوقات معينه، ان الست مثلا بتبقى خارجه بسرعه فمحتاجه ان هي تحط اكستنشن او محتاجه تحط ويج علشان عندها بتقلل شويه معتقده من اضرار اللي بتحصل لشعرها من السشوار والبيبي ليس والحاجات دي كلها. بيبقى ليها طبعا اضرار، لان بنلاقي ان في ناس من كتر ما بتلبس الويج بيبتدي يحصل فراغات في شعرها نتيجه ان انا ما فيش تهويه او ما فيش هواء بيكون داخل لشعري، يعني على طول انا قافل عليه بشكل كبير جدا، فهي بيكون ليها اضرار شويه. برضو البنات او السيدات اللي بيصبغوا كل يعني تحسي كل اسبوع بلون شكل، يعني في كده يعني على الفيسبوك هتدخلي هتلاقي حاجات عجيبه جدا، في ناس فعلا يكادوا يكونوا بيصبغوا شعرهم تقريبا مره كل اسبوع بلون مختلف تماما، كتر الصبغه دي بتعمل ايه في الشعر؟ اكيد كتر الصبغات طبعا اكيد بتاثر على الشعر، يعني خلينا متفقين ان احنا ما بننصحش اي حد خالص ان هو يصبغ شعره كل، يعني احنا بنأثر لان الكواليتي بتاع الشعرايه نفسه بيختلف، بس احنا بناكد ان البروتين بتاعنا كمان هو بيعالج الشعرايه، هو مش بس في الفرد بس الشعر المجعد او المتقصف، لا هو كمان بيعالج الشعرايه، ان هو بيخلي الشعرايه بترجع لطبيعتها الاول الاولانيه خالص، فبنحافظ عليها. فلكن بنحاول ان احنا طبعا نقول لهم لما بيجوا يكلمونا ان احنا نقلل في موضوع ان احنا لا ما نصبغش، يعني الصبغات بيكون كل 6 شهور على الاقل، مش كل شهر ان احنا نصبغ شعرنا. اوكي طيب بالنسبه للاستخدام بقى فيما يتعلق بالشامبو والبروتين، المفروض يعني الاستخدام يكون معدله ايه؟ احنا البروتين بتاعنا بنستخدمه وبنبتدي لما حد بيكلمنا في الفريق بتاعنا بيرد على التليفونات الارقام ديت، بلس الارقام دي عليها واتساب، ممكن كمان ان احنا نبعت ونسال على اي حاجه عايزين نعرفها، وبناخد البرودكت بتاعنا اللي هو البروتين سيبل، بلس ان احنا هيكون معانا الشامبو اللي هو بيستخدم بعد البروتين، الشامبو دوت عشان يمنع تساقط الشعر، بيحافظ على الشعرايه. بيستخدم بعد البروتين؟ بعد البروتين مش يعني قبله. لا بعد البروتين، يعني بعد ما بنعمل البروتين بتاعنا. تخيل البروتين هو المرحله النهائيه. لا البروتين دوت ان احنا بنبتدي نرجع الشعر للشكل الصحي بتاعه. أوكي. الشكل اللي احنا حابين نشوفه فيه، شعر بيبقى متقصف هايش مجعد، فبنبتدي ان احنا نرجع الشعريه بتبقى شعريه طبيعيه جدا ناعمه، زي ما بيقولوا كده بتبقى ملمسها عامل زي الحرير او الكشمير. يمكن احنا بنتكلم على علاج كمان للشعر، هو علاج بالظبط. لا هو علاج شكل للشعر، شكل من اشكال التجميل ده كمان علاج. هو البروتين بتاعنا هو علاج للشعر، يعني هو بيعالج الشعر المتقصف والهايش والمجعد، بيرجع الشعر لطبيعته الاولانيه، وكمان لو هي طبيعته الاولانيه الشعر مجعد احنا بنقول ان هو بيساعد ان هو الشعر يبقى مفرود، وبناكد ان هو زيرو فورمالين، وده حاجه مهمه جدا، ودي أوكي. اكتر حاجه بتميز اي بروتين ان هو يكون زيرو فورمالين.
البروتين ده بيتساب على الشعر لمدة قد ايه؟ ده بقى يعني طريقه الاستخدام اللي احنا لما هيبقى في حد هيتصل هيبتدي يرد عليه الخبراء هيقولوا له، لان كل شعريه بتختلف عن الثانيه. يعني كل شعريه هي الشعريه دي بتبقى محتاجه ان انا احط عليها البروتين قد ايه، واستخدام درجه حراره قد ايه، وطريقه الاستخدام بتكون ازاي. فدوت اللي هو الخبراء بتوعنا كلهم في مجال الشعر. درجه الحراره، درجة حرارة البيبي ليس نفسها اللي بنستخدمها. لان في ناس بتستخدم بقى ساعات منتجات بتبقى مش الكواليتي بتاعها عالي، فده بيأثر طبعا. والسشوار والحاجات دي بيهري الشعرايه مش كده؟ اكيد على حسب الكواليتي، يعني الكواليتي اللي موجوده ايه. البيبي ليس بتاعتنا نوعيتها كويسه ولا انواع صيني؟ نوعيتها لما يبقى في حد مثلا في واحده نمط حياتها اليومي كده، مش ده بيستهلك الشعر؟ احنا بنقول ان دي كلها عوامل بتضر الشعر، البيبي ليس والسشوار والحاجات دي كلها بتضر الشعر بنسبه. فعشان كده ان احنا بنأكد كمان ان احنا السيرم بتاعنا مهم جدا، ان السيرم دوت اللي هو بيعمل ريكفر للشعرايه، يعني هو بيبتدي يعالج الشعرايه، بيبتدي يحمي الشعرايه من المكوى والسشوار والبيبي ليس والشمس والهواء وكل العوامل الضاره خالص اللي هي بتبقى موجوده في الجو حوالينا والاستخدام بتاعنا كمان. فعشان كده ان احنا بنقول ان البروتين بتاعنا سيبال بلس هيكون الشامبو معاهم الهديه السيرم، علشان انا اضمن كده ان انا معايا مجموعه كامله بتحافظ لي على جمال شعري. وطبعا مش هننسى الخصم بتاعنا ال 50%. كنت لسه هقول لك والله انت حلال، اقسم بالله كنت لسه هقول لك، ما تيجي تفكر الناس في العرض الحلو. الخصم بتاعنا ال 50% للناس اللي هيكلمونا او ال 100 متصل معانا. الارقام بتاعتنا موجوده على الشاشه، والارقام ديت عليها واتساب، والشحن كمان بيكون مجاني لاي مكان. وبناكد ان احنا المنتجات بتاعتنا كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه، يعني امنه تماما. ممكن استخدمها على الاطفال، ممكن استخدمها على اطفال من بدايه 5 سنين، ممكن البنات اللي يستخدموها، ممكن اي حد يستخدمها، هي امنه تماما. الموضوع ما بقاش مقتصر كمان على الستات بس، الرجاله دلوقتي بتستخدم البروتين. احنا غلابه ومنسيين في وسط البروتينات والحاجات. لا دلوقتي بقى في منافسه قويه جدا ما بيننا، يعني على قد الايد احنا ما بنحتاجش الحاجات دي كلها. بالعكس انا بشوف بقى ساعات ولاد اصلا بيبقى شعرهم دلوقتي بيهتموا فيه فعلا، وبيبقوا عايزينه ويبقى بمنظر مختلف تماما زي البنات ويمكن اكتر. بقول لك ايه، بحس كده تعالي بقى تنورينا بمره ان شاء الله في حلقه ثانيه، ونتكلم عن استخدامات الرجاله بقى للمنتجات اللي حضرتك اتكلمت. انا موافقه جدا ده فعلا، لان فعلا احنا في شريحة كبيرة جدا دلوقتي من الشباب بيبتدوا خلاص الموضوع السوشيال ميديا خلى الموضوع بقى اللي كله عايز يهتم بجماله زي الستات ويمكن اكتر كمان. وبرضه عشان نطمن الرجالة زي ما كنا بنطمن الستات من شوية، ان كل المنتجات دي مرخصة من وزارة الصحة المصرية، وكمان هيكون معانا خصم 50% ومعانا السيرم على البروتين بتاعنا سيبال اللي هو زيرو فورمالين، وبنأكد ان ده مهم جدا. الخصم 50% ده مستمر لمدة قد ايه؟ مستمر لاول 100 متصل معانا في الحلقة بتاعت حضرتك يا استاذ كريم ولكل مشاهدينا. الحلقة اللي انت نورتيها بوجودك معانا، ميرسي ليك، ميرسي جدا على وجودك، جزيل الشكر، ونشوفك على خير بإذن الله. واكيد بشكر كل حضراتكم كمان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. ان شاء الله نشوفكم على خير، الى اللقاء.